بنصبح عليكم مرة تانية، وزي ما أكدنا مع حضراتكم في بداية الحلقة أن النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وحيث الطقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون حار رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. كمان النهاردة في ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة الأمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. امبارح كان في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يعني الوضع هيستقر إمتى؟ بالفعل هو اليوم وغدا في ارتفاعات طفيفة ومؤقتة في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية نتيجة وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وكمان حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض. وما زلنا على سطح الأرض بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط فتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة. فبالتالي احنا عندنا ارتفاع في نسب الرطوبة وارتفاع في قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقعة في الظل هتكون 37 درجة مئوية، لكن احساسنا بيها يوصل ل 40 أو 41 درجة مئوية بسبب وجود نسب الرطوبة اللي في الجو. عشان كده طقس اليوم هنحس بيه هو طقس شديد الحرارة في المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد. طقس حر راطب على سواحلنا الشمالية ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وزي ما بنأكد ان كافة المحافظات فيها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. أيضا خلال فترات الليل هنحس بارتفاع درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة لحرارة رطبة في معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان مع زيادة نسب الرطوبة فترة الليل وهدوء سرعات الرياح فترة الصباح الباكر في شبورة مائية ما زالت بتتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن نأكد أن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتتلاشى والرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. كمان لسه فرص الأمطار موجودة معانا على المناطق الجنوبية في أقصى جنوب البلاد، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا نتيجة ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان، فتبدأ تأثر على المناطق الجنوبية في جمهورية مصر العربية. والأمطار زي ما قلنا أمطار خفيفة مش هتأثر على أعمال الأنشطة اليومية، ممكن تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين أسوان أبو سمبل محافظة الوادي الجديد. بالإضافة كمان عشان السحب دي سحب رعدية بيكون معها رياح هابطة، الرياح الهابطة بتزود سرعات الرياح فبالتالي بتأدي بإثارة الرمال والأتربة على نفس المناطق اللي احنا قلناها في أقصى جنوب البلاد. الأمطار دي كمان هتكمل معانا إن شاء الله غدا الأحد، فاحنا عندنا ارتفاع درجات الحرارة وفرص الأمطار في الجنوب نكملها معانا غدا الأحد، مع يوم الاثنين تبدأ تنخفض درجات الحرارة تدريجي تعود للمعدلات الطبيعية مع وجود نسب رطوبة في الجو. وإن شاء الله يمكن احنا مع يوم الثلاث والأربع والخميس يعني نهايات هذا الأسبوع نحس إن في انخفاض ملموس في درجات الحرارة، عشان هنبدأ نسجل درجات حرارة 34 عظمى على القاهرة الكبرى مع نهايات هذا الأسبوع، فنبدأ نحس بدرجات حرارة أقل من المعدلات. لكن مهم جدا ناخد بأهم نصيحة في فصل الصيف هو تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدا من 12 الظهر لحد الساعة 4 العصر، لأن شدة الإشعاع الشمس اللي بيوصل الأرض بتكون عالية، فمهم بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس وما نقفش تحت أشعة الشمس لفترات طويلة. ولو اضطرينا نبقى موجودين في الشارع لازم يكون معانا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحمينا من أشعة الشمس المباشرة. وطبعا مهم جدا إن احنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية. طيب يهمني أسألك سؤال عن منخفض الهند الموسمي اللي احنا بنتأثر بيه وبيرفع لنا درجة الحرارة ودرجة الرطوبة، هينتهي من تأثيره على مصر إمتى؟ هو منخفض الهند الموسمي مكمل معانا على مدار شهر 8 في معظم الأيام، لأن في بعض الأيام ممكن ما نتأثرش بيه ونتأثر بيه امتداد مرتفع العروض الوسطى، لكن مع نهايات شهر 8 بداية شهر 9 تدريجي منخفض الهند الموسمي هيبدأ يتراجع للمناطق الشرقية ويبدأ يأثر أكثر على دول الخليج بشكل كبير، ويبدأ يأثر علينا توزيعات ضغطية مرتفعة
مختلفه، وتدريجيا هنبدا مع بدايه شهر 9 ان شاء الله نحس نسب رطوبه اقل. هيبقى في كده تسارع من الكتل الهوائيه اللي جايه من جنوب اوروبا والكتل الهوائيه اللي جايه مع منخفض الهند الموسمي حتى ان شاء الله بدايات فصل الخريف 22 سبتمبر ان شاء الله نبدا نحس اكثر باجواء مختلفه، انخفاض تصيفي درجات الحراره ونسب رطوبه كمان. طيب احنا في فصل الصيف يعني فسح وخروجات، فحب كمان النهارده اسالك ايه اكتر الاماكن اللي ممكن نروحها ونزورها ويبقى فيها درجه الحراره اهدى الرطوبه فيها اهدى شويه؟ هو طبعا بطبيعه الحال درجات الحراره اقل في السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط دي اقل درجات حراره في الجمهوريه، مع ارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنشهده هي درجه الحراره عليهم 35 درجه مئويه مع وجود نسب رطوبه ممكن نحسها 38 درجه مئويه، فدي تعتبر اقل درجات حراره. كمان حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط معتدله ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، فنقدر نستمتع بشكل كبير بسواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 37 والصغرى 26، العاصمة الإدارية 38-26، اسكندرية 35-25، والعلمين الجديدة 34-25، مطروح 34-24، ودمياط 35-26، بورسعيد 34-25، والإسماعيلية 38-24، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 25، العريش 35-25، كاترين 33-17، طابة 36-24، حلايب 37-30، شلاتين 40-30، وشرم الشيخ 41-31، والغردقة 40-30. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 26، بني سويف 39-26، الوادي الجديد 43-26، أسيوط 41-27، سوهاج 42-28، وقنا 42-29، الأقصر 43-29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 43 والصغرى 31. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمنى ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي. شكرا لك.